مفارقات. الفرق بين تعاليم محمد وتعاليم المسيح كالفرق بين السماء والأرض، والمقارنة بينهما توضح أنهما ليسا من مصدر واحد. علم محمد أتباعه أن بإمكانهم الحلف والحنث بالقسم والتكفير عن ذلك في أي وقت شاءوا، حيث قال عن الحنث بالقسم: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وعن عائشة أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. أما السيد المسيح فقد قال: أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك. وأما أنا فأقول لكم: لا تحلف البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. إذن محمد لم يشرع القسم فحسب، بل سمح للناس بالحنث في أقسامهم. أما المسيح فقد منع القسم بالمرة.